عسلامة. على عسلامة. لباس؟ الحمد لله. مرحبا بيك. موضوعنا عالم التجميل ليس حكرا على النساء فقط بل أصبحت تستهوي الرجال أيضا، شنو تعليقك على الموضوع؟ هي الحرام للنساء والرجال، هي هو حرام. هي ولا مكان عند النساء فهمني تو ولا انتقل عند الرجال، ما عادش تقولي للرجال هذيك الذكورة، الراجل راهو ما يدخلش في الحكاية هذه. مش من حق الرجل يصلح حاجات في وجهه مثلا؟ يا وليش عندك ما تصلح، خلقك ربي في أحسن تقويم، شنو اللي بيتصلح فيه؟ شنو اللي بيتصلح؟ يا أخي تحكي على بورتابل ولا تحكي على كراهب، تحكي على جنس، تحكي على شبيك. أهلا بخويا، أهلا بيك. الرجال حرام. فما رجال مثلا ما يحملش الغيط في وجهه. يا بنتي مش رجال هذيك، الراجل اللي يرضى باللي خلقه بيها ربي. هذيك راهي الذكورة. ما يحس روحه اللي هو أكبر مثلا. يا بنتي الرجال ما تعملش الحكاية هذيك، هي الرجال فخرة يكبر وشنو هو المشكل ونموت وكنا متعدين بها المراحل هذه. الذكورة هي اللي تعمل كيك المخنث. الراجل ما لا ينقي حواجبه لا ينفخ لا يفش لا يصبغ لا حتى شيء. الراجل كيما خلقه ربي هكاك، فهمتني؟ يقول لك الحمد لله الذي زين الرجال باللحى اللي توا احنا ننقوا فيها ننقوا وكذا. ساعات الانسان يصير له تشويه في وجهه مثلا، هذا من حقه انه يعمل عمليه تجميل؟ لا مش من حقه، تقعد هكاك الخلقه اللي فطرك عليها الله. ما خلقوش بالتشويه، قلت لك صار له بعد. يا بنتي ما هو القضاء والقدر زاد داخل في فتره الله، خليها هكاك واحتسب امرك لله وخذ الحسنات بتاعك حتى اما خير ولتلقاه الحسنات قد تو احنا قاعدين نلموا في حسنات حتى في المصيبه حتى في كذا. مش لعبيت تقرا تب تجميل سامحني. تو انت سالتني على راي، اسالوا العلماء واسالوا دينكم، دينكم قال لك لا هذه كلها العلوم اللي تخرج تدخلك في حيط. فهمتني؟ شنو هو معناها عمليه التجميل؟ ننفخ نفش كذا؟ لا ما نحكيوش هكا. مثلا صار تشويه حرق حاجه كيما هكا. يا بنتي فما حاجات اهل الذكر ادرى بها والاطباء. والفشين هذاك على جنب، خلينا نحكي على عمليه التجميل اللي هي نورمال مو حلال. انا نحكي لك على اللي يزين ويبرقش وينقي ويفقي والخرقي، ونحكي لك على ذاك المتشبه بالنساء، مانيش نحكي على امور اخرى ذيك انا جهلها. فما علماء وفما كذا، ساعات حاجه يلزموا تدخل جراحي حتى لمصلحته هو، هنا يولي يلزموا يعملها، اذا كان ما يعملهاش يولي غلط. هوني نحكي على عمليه التجميل يعني. انا نحكي لك على اللي ينقي واليصبغ والينفخ ويفش وانيق ويشحت في جلده باش يبان صغير وهو مولود مع فرعون فرد عام. هذوكم اللي نحكوا لهم راهو اللي تعملوا فيه عيب. فهمتني؟ وشنو هو تو بتصغر روحك؟ والله لك صغير. ماكش صغير، تكذب على روحك، راكم شياب وجدود. اما كيك يحبوا كيك، فهمتها؟ اك الوهم المرض هذاك، اموال تصرف باش الوهم هذاك. كي نساكر الرجال راهو. حتى المراه ممنوع عليها حتى تنقح حواجبها، حرام. قاعد تعصي بالله. فهمتني؟ تصبغي في شعرك راهو حرام، هذا كله حرام. لكن قاعدين نشوفوا في اقبال كبير على عمليه التجميل. وخايتي وجهنا مسكم شعباها، ما يقودها الناس والحجاره. تعود يتهافتوا على الخير وعلى كذا، لا نتهافتوا احنا على هذيك. هي وخايتي هذيك هو المعاص ينزل. ما هو المؤمر بالمعروف واللي ينهي عن المنكر، فماش علماء تبين الحقائق. تو انت نفختي وفشيتي وعملتي حكايه هذوك، كنا نحب نعرف علاش. باش تباني صغيره والله نخزر لك تقول مومية هكا محنطه. فهمت؟ تكذب على روحك، قاعده تخرج الكراكوز هكاك. شيء ملبط وذاك فيش ما تفهم شيء، وجداقك البارود هي شنو هذاك الكل؟ واحده كيكة ما عندها حتى شيء، سبحان الله ربي اعطاها سر وتلقاها حلوه حتى ماهيش مزيانه، تلقاها والله باية ما شاء الله عليها. واحده عملتهم الكل وكذا وباينه الشيء، تبقى تخايف تمشي خايف على روحها تنقب ولا تزيد تولي احلى كي تعمل يعني. يا بنتي عندكم انتوما تولي احلى، والله نخزلها ما فهمتش انا. هي قلت لك حسب رايها هي يعني. اي حسب ما قلت لك الوهم القارين بتاعها ابليس هيخيل لها هكاك. لا احلى لا شيء، الكل انفاخ صدقيني تخاف عليها، قل مساك ينقب تتفرقع بكلها. كلها انفاخ وكذا، كل شيء سوليليت وسولوفيت. فما برشا عبيد ما تحملش يعني حتى خط هكا غيد في وجوههم. يا عيني عليك العباد هذوكم، ما تحملش حتى خط كيما هكا. العباد هذوكم هما اللي باش يرجعوا القدس، هما اللي باش يعزوا الامه. العباد هذوكم ما يحملش حتى خط. العباد هذوكم اتفه ما خلقت الامه، العباد هذوكم اتفه ما خلقت الامه، لا تلقاهم في ما في مصيبه، لا تلقاهم في حتى شيء. ياكلوا خيرات الدوله وعايشين فيها وما يحملوش حتى خط، لا يتوجعوا على الدوله، لا يحسوا بالدوله. لو كان جات عندك القدره انك تعمل عمليه تجميل شنو تعمل؟ نعم. لا
لو كان جات عندك القدرة أنك تعمل عملية تجميل شنو تعمل؟ شنو الحاجة اللي تعملها يعني؟ نعمل إيش الحكاية هذه يا ولدي حرام؟ يا ولدي حرام. لو كان عندي المال ما نبعد على لافينيو هذا كرهته، ما عادش نحب لافينيو ولا بالحق، ما هو برشا سيب علينا ابعد من لافينيو والله نحب نبعد عليه لافينيو بالحق. شوف فما لا فما حاجة لازمني نفهمها واختي شوف. شوف النسر حاشاك العقياب والغراب كي يطلعوا للقمة أول حاجة يعملها النسر يقطع من القمة هذيك، مش خايف منهم هما لا، لأنه عرف لي سي هذيك ما عادش ولد قمة. احنا زاد هكاك. هل أنت ضد أنك تكون مع مرأة عاملة عملية تجميل؟ يا بنتي ضد، ما نحبهاش عاملة عملية تجميل وما نحبهاش لا صابغة شعرها لا عاملة شيء، نحبها هكاك كيما خلقها ربي، هكاك أبن وأزين وخير. ما نحبوهاش لا بالتجميل لا بحد شيء، نحبوا المرأة مرأة. شنو الراجل يحب المرأة طبيعية؟ يا بنتي مش حكاية تو هو أخي تو مال علاش هي تنفخ وتفش، ما خاطر الذكر ولا ما عادش يحب هكاك ولا يحبه وبيده الوهم، قاعد تستعمل له في الوهم. علاش مال تو بنات تونس كلها ولا تحب تفش وتنقي وكذا؟ لا لا الراجل يا بنتي أنا قلت لك الراجل ما عادش نظلموه، راي الرجال خاطيتها، نحكوا على الذكر. ساعات الراجل يكون مع امرأة عاملة عملية تجميل وهم في بالوش. يا بنتي ساعات نتعدى وحدة هي والذكر والله كيف كيف. صدقني نبدا نفرز انا والانثى وانا والرمان ما عادش تفهم شيء، كلها ولد كيف كيف، الكلها رقيق انيق كذا، هي كلها ولد كيف كيف تو الاغلبيه بتاعها، خاصه في الاجيال هذه بتاعته، حتى في الكلام، حتى في الحديث، صدقني كلهم ولاو كيف كيف، وين هو تو اعطيني تراها فرزيلي ذكر من الانثى تو، في عصر المخنث هو، فرزيلي ذكر من الانثى، فهمتني؟ صدقيني قلت لك انا واحد من الناس ننصح المراه تو اللي عندها راجل ولو حتى يشرب شراب ولا كم شي في يوم وراي جايك وقت مشتري نوعيه صدقيني ما تسمعي ذا المتري هو ليا كيف كم شي في راجلك تو اللي تو تعمل راجلي مش عاجباته والله ننصحها تكبشي فيه خير جايه الصبه بتاع ذكور مش تشوفي الغرايب المظهر يعمل في الحمير كيفك تو انا مع بعضنا انت هوني قلت راجل يشرب في الخمر نحكي على تو لعل يتوب هذاك المهم المهم فما ريحه تشمي عليه ريحه الرجوليه على الاقل راهو جايك نوع الصبه بتاع ذكوره هابطه قلت لك المظهر يعمل في الحمير كيفها المزاري حتى هو باعضاء الله اعلم شنو بالضبط دونك شدي فيك الذكر هذاك وحمدي ربي تو تشوف ايش جاي بالضبط نخلي لك كلمه الختام كلمه الختام تو تشوفوا الصبه اللي جايه الجيله هذه بتاع الذكور هذه اللي هابطه الجيله قلت لك المزاري بالطالون بالجيب منين بدا يدور ذكر هو تو تشوفي ما زلت تشوفي الغرايب بالحق قالت له ليه راجلي مش عاجبي طلع مش رومانسي تو ما زالت تبكي عليه الرجل هذاك اللي مطلقاته اللي مفلتاته هاني قاعد نخزر لها تو كاش وليت الدنيا واسكتي شكرا شكرا محمد علي يعطيك صحة على رايك باي عايشك